ما بكون في تمرين قبل او سيفتي انه انا عامله للرياضه اللي بدي اعملها، فمشان هيك بكون اكيد راح يصير اصابه. طبعا تمارين الخطا اول شيء، بعدين الحذاء اهم شيء الحذاء، فاذا كان الحذاء يعني مش مناسب لل يعني اهم شيء يكون الحذاء كويس، فالواحد بيبعد عن الاصابات. خشونه اللعيبه ده في نوع من الدفاشه، في نوع مثلا بيكون عدم احترام او انتقام، بيكون سابق من قبل المباراه، فبيحبوا الشباب يصير خشونه علشان يدخلوها باللعب، يعني انه والله احنا بنلعب وهيك صار، يعني هاي من بعض الاسباب، هاي معظم الاسباب هي الخشونه، هي تحماي خاطئه، ممكن تمرين خاطئه، لعب خشونه. هي بشكل عام اول شيء بالمرتبه الاولى هي قله الاحماء، قله الاحماء احيانا وقت اللاعب بيكون رياضي نازل يلعب رياضه، طبعا اي رياضه سواء كانت بودي بيلدينج، فوتبول، باسكت، اي نوع رياضه، دائما في شيء اسمه احماد العضلي، تليين لازم يكون فيه، فهمت علي كيف؟ فلازم اللاعب بدايه يعني تمارين سويديه تريدميل، يعمل زي احمال العضله تهيئه للجسم قبل ما يلعب اي نوع رياضه ثانيه، وقت بيعمل احماء للجسم بيعمل تهيئه، بيحرك الدوره الدمويه شوي، بيهيئها لاني بيخش للرياضه اللي هو حابب يلعبها. يعني الخرافه بتقول انه احتماليه التعرض للاصابات الرياضيه بتقل مع ممارسه التمارين الصحيحه، بس المعلومة الصحيحة هي إنه الإصابات بتصير بسبب الإرهاق العضلي أو تحريك العضلة بطريقة خاطئة.